انتوا فاكرين ان الديزاينر هنا بياخدوا فلوس قليله؟ الديزاينر هنا زي البار بالظبط بيتقدروا وبياخدوا فلوس كتير. بس يا عم انت كده بتضيع لوكيشن، احنا ما عندناش وقت، احنا نروح ندي الراجل فلوس عشان الصحراء هناك شكلها كويس. الكلمه دي كانت بتعبر عن كل حاجه. ولا عزازي حتى ممكن نجيب نور تمثل السين ده. اخرس دي فاكن نو دي فاكن نو. مدرسة السحر اختارتني. انت عملت كل ده مكسل تدفع لي كفالة 500 جنيه؟ بس انا مدني بالقلم كده وقال لي مش عايز اشوف وشك تاني، خلفتش عيالي، مش محتاج، انا معايا كل حاجة انا محتاجها ومش فارق. فرات عمرو ما بيردش تاني. طلع عزازي بيقول لي كده، تعرف تطلع في البتاع دي؟ بيقول لي كده ولع لي النار زي اللي عندك دي، طلعها هنا هنا هنا. جامد. عزازي حسيت بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ انت بتخلي راس النار تتحرك؟ بيقول لك عزازي خلي راس النار تتحرك. بحبك يا عمر. تعرف تخليها تتكلم بصوتها؟ بازونجا عطيها جاف. عمر ايه اللي حصل؟ بدل اعضائه باجزاء آلية ما عدا عضو واحد. مخه يعني؟ مين اللي عمل فيك كده؟ دي شركة دي اسمها كندية للتكنولوجيا، بتحول الناس للروبوتات. بص حتى كتبوا لي ايه؟ عمرو برج زي سايبر بس عمرو. قلت لك كام؟ كلفتك كام؟ ما تقلقش اصلا انا دفعت النص بتاعي بس 3 مليون جنيه. النص بتاعك؟ بقى كام معاك عزيم فلوس؟ مش مهم. ليه؟ في ايه يا عمرو؟ انت اتجننت خلاص؟ انا خلاص بقيت شغال مع شويه متخلفين. بص انا عملت حاجه انت بتبسطني. انا مش انت اللي صرفت ال 6 مليون كلهم. انت اللي انا فاضل لي يومين. انت بتزعلني عشان انا عملت حاجه انت بتبسطني انا. مش عايز اخش السجن تاني. ما احنا بنساعدك تعمل افلامك الفاشله ومحدش بيكلمك. قصدي بقت غلطتي انا يعني؟ محدش بيفهم الخرا اللي انت بتعمله. ويا ريتك تسمع كلام اي حد فينا. اعملش حاجه غير ان انا اقعد احاول اقعد اشتغل اعمل حاجه عدله في الاخر اوريها للناس. عجبتكم هتعملوا لايك هتعملوا شير. الناس تقعد اللي هي عارفه انا عزازي اللي هو يا اخي اسكت بقى واسمع شويه. احنا شغالين معاك مش شغالين عندك. انت مش احسن مننا في حاجه. مش عارف يا عمرو حاسس ان انا احسن منك عشان عندي جسم. عندي جسم حي. ويا ترى جسمك الحي بيعرف يعمل كده؟ طب كده. كده. بص بقى. هلو بس معاك كتير شويه عشان تخلي صوت 3D. تركب ايه؟ في اكس. طب يا ترى جسمك ده بيحس؟ عشان جسمي بيحس وبيحب وبيتحب. النور اللي غالبا بتحبينه عشان جسمي. تاني هتقول لي نور؟ انا مش عارف انت بتحب فيها ايه اصلا. اسكت. مش حلو قوي يعني. ما تجيبش سيرتها على انت حتى ما عندكش لسان. مش سيمتريك كده. تخرس. ايه؟ هتعمل ايه؟ تعطوه دايما بتحسس الناس ان مشكلتك هي مشكلتهم. عزازي ساحر حرفيا. وانت او البوليس او بابا لو حابب تعملوا لي اي حاجه هتضطر تتعامل مع ده. كل ده عمرو برج. انما انت بقى يا حبيبي لما البوليس يجي يكهربك هتعمل ايه تاني؟ ايش هزار دي؟ ده بقى عيبه الوحيد بيفصل شحن بسرعه. خايف من ده عزازي سنين عزازي الشاشة اتشرحت. مش معاك يا عزازي شحن شركة دي تايب سي. Thank you.
الخير دايما بينتصر على الشر. مش عارف عجبنك يا ادوارد، خطط انني قتلت عزازي، ففي الحقيقة انت من قتلت عزازي. مش فاتح. تبقى تفتح بوابات دلوقتي؟ لا ده انا عديت من الباب، بس بفتح بوابات برضو. افتح يا جدعان. ما قلت مش فاتح امشي. وخلاص مفيش خصوصيه في الاستوديو؟ مين انت قاعد لوحدك ليه يا عم؟ احتمال اكون عايز اقعد لوحدي؟ احتمال. كنت بتعيط؟ لا على طول بتعيط. مش على طول بعيط. سيبوا يا عزازي، انت عارف ان المجتمع دايما بيقول ان مفيش راجل بيعيط، بس اقول لك حاجه، الراجل ممكن يعيط عادي. انا دايما بكون متضايق بعيط وببقى كويس. متقلقش عمرو مش هتعيط تاني، ولا الكاميرتين دول يالا بينزلوا دموع. الكاميرتين دول بشوف 4K يا جاهل انت بجد يالا عمرو؟ طب دول كام دول يالا عمرو؟ كام دول يالا عمرو؟ دول اتنين؟ دول 11 يا حبيبي. خلاص يا جدعان احنا مش جايين نتخانق مع بعض. احنا اسفين يا عم، افلامك حلوه. بجد؟ ولا تقول كده وخلاص؟ جميلة قوي ما شاء الله يعني. بس وحشة مع السيس. مش عايزة مش شيك. وانا في المدرسة لما كنا نيجي نصالح بعض، كنا بنعمل نفسنا نشرب دم بعض. انت عشان كده طلعت متخلف. يا بطل الطريقة بتاعتك دي. يعني بص انا عايزكم بس تعرفوا ان انا لما بزعق لكم ببعت كده عشان مصلحتكم. قشطة قشطة، افضل قولوا لنفسك كده. المهم انا كنت هقول اني مش هديك نقطة من دمي او نقطتين، اللي هديك كوباية كاملة. خلاص يا خلاص يا عمرو بهزر معاك عامة. لا لا والله خلاص والله مش زعلان والله. خد يا عمرو انا مش هرجع. كنت بحب التيشيرت ده. ايه يا عم لسه زعلان على الاعلان الباص؟ خلاص اكيد هلاقي خطة زي بعمل كالعادة. ايه قصدك هنلاقي كفريق؟ يا عم انا عزازي جالنا فكرة. عزازي ساحر حرفيا وانا روبوت. ممكن صورنا تقول لمازن ان احنا صرفنا فلوس على انا بس عايز اسأل سؤال واحد. بيت مسكون في اسكندرية واي حد بيخشه محدش بيسمع عنه تاني، ليه الحكومة سايباه لحد دلوقتي؟ بيت مليان عفاريت سايبينه ليه؟ انا عايز افهم. تعالوا نكمل كلامنا عن المثليين. انا بقى اللي عندي سؤال واحد. يا ترى السؤال ده ليه علاقة باللي احنا قلناه لك؟ بكم أجرة ميكروباص اسكندرية؟ وخلاص مفيش خصوصية في الاستوديو؟ لكن انت عايز تعمل كده؟ قدمناش حل تاني.